عجبك المدرب الجديد الاهلي ريكاردو سواريز؟ والله بص، هو يعني انا يعني كاسيفي هو مش قوي، ولكن ممكن يطلع قوي جدا زي فايلر، وممكن يطلع مش قوي، بس احنا هنجرب زي لا مش زي حد لا لسه يعني، ممكن ما يتوفقش. قبل كده جوزيه ما كانش سي في قوي، فايلر ما كانش سي في قوي، موسيماني ما كانش خد بطولة افريقيا، بس الرجراجي خد والشعباني خد ومحمد يوسف خد، مش مقياس فعلا ان بطولة افريقيا تحسب سي في الراجل ده. بس انا عايز اقول لك نقطة، انا ممكن اجيب مورينو للاهلي، ايوه، بس يا ترى الفرقة اللي معاه هتساعده ان يبدع انه يأدي؟ المشكلة مش في مدير فني دلوقتي، المشكلة ازاي اكون فريق النادي الاهلي، ازاي ادعمه على الاقل باربع خمس لعيبة سوبر سوبر سوبر، مش ميكسوني برستاو، لا يشيلني سنة كاملة سنتين كاملين، زي معلول، زي فلافيو قبل كده، زي فيليكس قبل كده، زي أليو ديانج. الناس دي بتشيل النادي الأهلي سنة اتنين تلاتة كل دول. فأنا دلوقتي ما يهمنيش المدير الفني القوي قد ما يهمني إدارة النادي الأهلي، إزاي أكون فرقة، إزاي فعلا أشوف فرقة تكمل سنتين تلاتة. ف يعني برتغالي، البرتغاليين ماشيين في الكرة المصرية، يمكن انتوا دلوقتي عرضتوا كذا اسم نجحوا في لانه شبهنا شويه كده، بيعرفوا يتعاملوا معانا، بيعرفوا الطابع الشعب المصري، فاتمنى التوفيق. كان معايا امبارح مروان الشافعي وجاب شويه حالات فنيه، زميلنا مروان الشافعي جاب حالات فنيه للراجل في مباريات، الراجل بيلعب 4-3-3، بس واضح جدا انه الاثنين تمانيات اللي بيلعب بيهم هم اثنين 10 مش تمانيات، يعني مش هيلعب بعمرو السولية وحمدي فتحي وديانج طايرين على طول، هو عايز عبد القادر وقفشه يلعبوا تمانيات مثلا. انا بقول دي القرايه بتاعه الراجل فنان، الله اعلم لما يجي هيعمل ايه. شايف ده هيبقى مناسب للاهلي جدا؟ هيبقى مناسب. احنا طول عمرنا النادي الاهلي يحب يهاجم، يحب يلعب، لان انت في الدوري المصري يعني فرقه او فرقتين بس اللي ممكن يضغطوك ومش طول الماتش، زي مثلا الزمالك بيراميدز، بقيه الفرق كلها النادي الاهلي كله بقى يعرف يهاجم يا كابتن عبد الجليل، مش زي زمان كله بيعرف يسجل اهداف وكله بيعرف يوصل للجول لو عنده جراءه. يعني انت لو عندك جراءه الماتش المحله. انا كان لسه كان معايا الكابتن علي عبد العال بيقول لي الاحصائيه بتاعه المباراه، انا كان عندي 6 فرص على الاهلي والاهلي كان عنده 6 فرص عليا، هو جاب 4 وانا ما جبتش ولا واحده، يعني هو وصل لمرمى الاهلي 6 مرات. لان الاهلي بيعرف يكسب، وهو وحش بيعرف يكسب. امبارح النادي الاهلي وبيراميدز في الشوط الثاني كله بيراميدز في نص ملعب النادي الاهلي، النادي الاهلي عرف يجيب. انا هاجي لك على الاهلي وبيراميدز، بس في ملحوظه مهمه كمان عند ريكاردو سواريز، ودي ملحوظه لازم تتقال عشان ما كانش بيعملها بيتسو موسيماني، واعتقد ان جزء من تعثره في الفتره الاخيره كانت هي دي، اللي هي ان الراجل جايب جهاز فني، في جهاز فني كبير، يعني جايب مدرب مساعد، جايب مدرب احمال، جايب مدرب محلل اداء، معاه الكابتن سامي قمصان هيفضل، معاه مشيل يانكون مدرب الحراس هيفضل، غير الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير كوره، ففي جهاز فني بالظبط. الفرق الكبيره بيبقى عندها جهاز فني، كل واحد عنده وظيفه. انت كنت دلوقتي بيتسو موسيماني شغال هو الكابتن سامي قمصان وبس، شكرا. ده حقيقي، وده احنا نادينا بيه، ان ما ينفعش جهاز نادي الاهلي يبقى اثنين بس. صحيح، مدرب حراس ومدرب حراس. مدرب حراس مش هيدخل فنيات ملعب، صح. فانا بتكلم على اثنين، صح. ولا المحلل ده هيقول للمدرب ولا مدير الكوره، ولا مدير الكوره بالظبط كده، فلا ما كانش ينفع. فانا شايف ان جهاز النادي الاهلي لازم يبقى كبير، لازم يبقى فيه اللي بتاع اداء واهم حاجه بقى البدني. ده اهم حاجه، لان انا بتفرج على مباريات النادي الاهلي بقالي فتره. طيب الجهاز الفني بتاع بايرن ميونخ في كام واحد؟ 13، صح؟ ها؟ انا معاك 13 16 غير 16، يعني 16 دول محللي الاداء، يعني يبقى كذا محلل اداء مش واحد بس. هي الفرق الكبيره كده بالظبط كده، النادي الاهلي فريق كبير، فما ينفعش يبقى اثنين بس. ولو هو عنده مثلا كورونا ولا حاجه تلاقي سامي عيني واقف لوحده. صحيح. طب انا ساعات بعطل، عايز اميل على حد اقول له طبيعي. اعمل ايه؟ طبيعي. هو لازم كده، بلاش بلاش في المباراه نفسها وانت بتحط طريقه اللعب وتحط الخطه، تشكيل محتار ما بين لعيب ولعيب، دي مهمه قوي يا كابتن. صح. تاخد اراء الناس. صح. اعتقد ان النادي الاهلي لا الحته دي اهم حاجه، حاجتين، يكون فريق، العامل البدني. النادي الاهلي بقاله فتره بيلعب الشوط الاول معقول، الشوط الثاني بيتراجع، مش قادرين. انا فوجئت امبارح محمد هاني بيجي له شد بعد دقيقه 65، ياسر ابراهيم بيجي له شد، لا محمد هاني مجهد ولا ياسر ابراهيم مجهد، ما تقنعنيش ان الاجهاد يوصلك
انت يا هاني ما لعبتش منتخب صح. فانت مجهد من ايه؟ والنغمه اللي طالعه اصل في اجهاد اجهاد، لا ده بدني قليل الراجل ده، موسمين قبل ما يمشي.